إذا مشاهدينا قبل ما نبتدي الساعة الثانية أكيد بنذكركم بهاشتاج يوم جديد، وأيضا فيكم تراسلونا عبر هالهاشتاج وأيضا على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر، والعناوين موجودة دائما بأسفل الشاشة. صحيح، بنروح فين؟ في القاهرة عشان نعرف العيد ونعيش أجواء العيد هنا من القاهرة واحتفال عيد الأضحى المبارك عقب الانتهاء طبعا من صلاة العيد والمفروض الخروج الأهالي والأطفال. صحيح. وكل الناس للمتنزهات. خلينا نروح لكريم الشيخ وهو واقف، واضح أنه واقف في متنزه، هنشوفه دلوقتي والدنيا زحمة جدا يعني على غير ما أنا متوقع الحياة. صباح الخير يا كريم. صباح الخير، كل عام أنت بخير. صباح الخير. تفضل. صباح الخير. يعني هذا هو واحد من المتنزهات التي تشتهر بها محافظة القاهرة، ويأتي إليها عدد كبير جدا من الشباب تحديدا، يعني حتى هذه الأثناء الأطفال هم أكثر من تواجدوا في هذه الحديقة، ولكن ربما خلال الساعات القليلة القادمة تزداد الأعداد للأسر التي تأتي من أجل يعني الغداء أو وجبة أو تناول وجبة الغداء هنا في هذا المتنزه، بالإضافة إلى عدد آخر من المتنزهات. يعني إذا ما تحدثنا عن الأجواء في مصر على غير عيد الفطر، عيد الأضحى يعني يشتهر بأكثر بالأضاحي، عدد كبير جدا من المواطنين يذهبون إلى المجازر من أجل ذبح الأضحية، ولكن العدد الآخر يأتي إلى المتنزهات بالإضافة إلى المصايف، وال يعني معظم السواحل المصرية تمتلئ عن آخرها بعدد من المصطفين. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم هنأ المصريين بعيد الأضحى المبارك. وزارة الداخلية المصرية أعلنت عن استعداداتها وخطة للوزارة بتأمين المواطنين في جميع الميادين والشوارع الرئيسية، وأيضا دفعت بعدد من السيدات الشرطة النسائية تتواجد بكثرة تحديدا في منطقة وسط البلد لحماية المرأة من أي تحرش لا قدر الله قد يحدث خلال الساعات المقبلة مع زيادة أعداد المواطنين في الشوارع. أيضا المجلس القومي للمرأة دفع بعدد من الأعضاء في شوارع القاهرة لمحاولة رصد عملية السير الاحتفالات في شوارع القاهرة. يعني ربما الأجواء خلال الساعات القليلة القادمة ستزداد الأعداد في شوارع القاهرة. نعم كريم، يعني عم نشوف أطفال كتير وراك، بس خبرني هول أطفال صحيوا دلوقتي أو هول بعد ما ناموا من مبارح؟ يعني أكيد مظاهر العيد الأطفال في مصر ما بيناموش من مبارح. لا خالص، يعني احنا عندنا الاطفال تحديدا من يوم الوقفه وحتى الايام يعني ايام العيد كلها بدايه من الصباح بينتشروا في شوارع القاهره من اجل الاحتفال بالاعياد. يعني هذه هي المناسبه الاهم بالنسبه لاطفال مصر، نجدهم مع انفسهم يذهبون الى الحدائق. معظم هؤلاء الاطفال تحديدا في عمر 13 عاما ويعني ما بين 10 وحتى 17 عاما نجدهم في شوارع القاهرة، ليس فقط في هذه المتنزهات ولكن في معظم الأماكن، يعني نجدهم في الملاهي، نجدهم في النيل، يعني يحتفلون حتى المراكب النيلية تمتلئ عن آخرها بهؤلاء الأطفال. نعم، احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وبنتمنى طبعا يوم عيد سعيد واربع ايام سعيده ان شاء الله على مصر والوطن العربي والعالم الاسلامي. بنشكرك كريم الشيخ، كنت معنا من القاهره طبعا من احدى المتنزهات او احد المتنزهات. شكرا ليك.